الخير عليكم جميعا، اتمنى تكونوا بخير وافضل حال يا رب. طبعا تبع سلسله تجهيزات المدرسه اكيد ما راح نخلي لولو ماركت. لولو ماركت في تخفيضات كثيره سواء على الاجهزه، افضل اسعار الاجهزه تلاقونها في لولو، شنط كل شيء حلو تلاقونه في لولو، دائما اسعارهم مخفضه. خلينا نبدا بالقسم هذا، شوفوا كل العروض هذه، شوفوا السماعات هذه 79 صارت 59 ريال. شوفوا عندهم بعد سوار ذكي، اتوقع سوار، ما اتوقع انه ساعة. المهم انه عليها خصومات، كانت 249 صارت 199 ريال. وهذا شو سعره، خلونا نجي جهة الايباد. في أجهزة كثيرة عندهم تحمس، بس خليني أروح لكم جهة. تذكرون يوم قلت لكم إنه في ما في لولو الماك بوك الإير دائما ألقى عليه خصم ب 2500. خلنا نشيك الحين نشوف فيه ولا ما فيه. للأسف ما فيه. شوفوا هذا 4499 ما فيه. شوفوا هذا الايباد، لا نبي لاب. هذا كم اي واحد؟ هذا ايباد برو سعره 4 جيجا ب 4329 4G. خلونا نروح قسم الشنط. مبدئيا شنط السفر كلها عليها خصم اغلبها. شافوا شنط السفر الفترة الأخيرة صايرة جدا غالية. المهم في شنط على 89، في شفت أشياء كثير والله حلوة، بس أنا بروح شنط المدرسة. ما قاعدة أشوفها، أبي قسم تجهيزات المدارس بس. للي يسألون عن المكاين، شوفوا شوف هذه الاسبريسو، هذه سعرها 649. شو شكلها جدا حلوة. وهذه نفسها بس هذه 900. شو الفرق بينها؟ نحس نفس الشيء، يمكن حاطين دبل بس واحدة ثانية. هذه 600 بعد. دائما أقولكم إذا بتشترون مكينة، مثلا مكينة قهوة من نسبرسو، لا تشترونها من الشركة نفسها، اشتروها من زي كذا أحد يوفرها. دائما يكون في عروض يكون أرخص. لو رحتوا نسبرسو بتلاقون الكوليكشن الجديد، ما تلاقون الموديلات القديمة اللي تكون نفس الشيء، ما في فرق كثير. شوفوا هنا في شنط مدارس بس ليش كذا غالية 219. أحس أسعارهم مرة غاليين، كلها 250. أحس شنط عرفتوا رحلات أكثر ما هي مدارس. خلنا نروح قسم ثاني ونشوف. شوف هذا كل قسم ألعاب. بس بروح جهة الدوامات. غالبا راح اخلي لكم الفيديو هذا جولة في لولو. ما قاعد القى شيء مدارس ابدا ابدا ابدا. شو هذي 89 بس احسها بعد صغيرة 98. ما أحس عندهم أشياء كثيرة. شو الشنط هنا 59، الركن هذا على كم 25. بس أحس شناطهم يعني أنثوية أكثر، ما أحسها حق دوامات.
مو دوام أبداً. شوفوا هنا الآن Stavano aspettando per le chiude delle staff, le chiude delle staff. أول مرة أدخل قسم الملابس اللي فلولو دائما على السريع، يعني أروح الهايبر جهة الأغراض أشتري اللي أبيه وأمشي، ولا مرة دخلت هنا يمكن بس كده على السريع أشوف. نفس ما توقعت، توقعت إنه أكثر منتجات شيء هندية يعني تليق للهنود أكثر. شوفوا أحس إنه شو بعدين أكسسوار هندي أكثر. نوعا ما أنا متفاجئة بالأغراض اللي هنا، ما توقعت كده، توقعت عادي يعني، طلع لا أغلبها ملابس هندية. هناك تكرمون كلهم قسم شوزات، وهناك القسم الرجالي. خلونا نروح الماركت، يعني قسم الأكل، المواد الغذائية، الفواكه. جيت المنطقة اللي أعرفها، منطقة المشتريات والأشياء العادية. أقولكم ما في، يعني اللي حط باله يجي يشيك ما في شيء أبداً، ما يصلح يعني، ما أحس إنه أشياءهم للمدارس أبداً. هنا رحلات، قسم الرحلات. هنا قسم المنظفات. أنا من الناس اللي أحب شركة بيتي كروكر وكل منتجاتهم، أغلب الأشياء اللي هنا جربتها كلها حلوة، ما في شيء يعني مو حلو. كده بشوف شكل عجينة حلو وآخذه، فيني أسوي سويت اليومين الجاية. ما قاعدة أشوف براونيز من بيتي كروكر، ما في، ما قاعدة ألقى. البان كيك حقهم بعد حلو، البراونيز حلو، الكيك حقهم حلو، كل شيء حلو عندهم إلا شوف البراونيز فوق. هذا هو، هذا اللي سويت منه قبل فترة، مرة حلو، بس ما أبي أخذ براونيز، أبي كذا أغير، أبي أسوي سويت ثاني ما قد سويته. شوفوا القوالب هذه مرة حلوة يا بنات، إذا جيتوا تسوون تشيز كيك أو تسوون تارت نصيحة خذوها، يكون ثنتين مع بعض وسعرها حلو. أحس أسهل من أنكم تفتتون بسكوت وتحطون زبدة وتتبهذلون، أطول طوها مرة سهلة، أنا كثير أعتمدها. هنا قسم البيكنج بودر، بيكنج صودا، الأشياء الثانية يعني محسنات العجين وكذا. هنا قسم الأشياء الجاهزة، الكيك وكذا. في نوع بريد كثير يجنن، بقولكم إياه إذا شفتوا الحين، دائما أسوي فيه الهاني بريد، مرة حلو يكون قطعة واحدة وأنتوا تقسمونه. أحب البريد اللي كذا اللي يكون قطعة واحدة، إن شاء الله يكون متوفر. ما قاعد أشوفه. كل الموجود مقطع، بس إذا لقيته إن شاء الله راح أشتري. اليوم قررت إني أشتري وأسوي السويت اللي أقولكم عليه. شوفوا هذا بعد يا بنات الفطورات، يجنن. هذا وافل بس جاهز، تستخدمون حبة تحطونها في صحن، تزينونها بأي سيرب تحبونه، تحطون شوية فواكه، توت، فراولة، يطلع مرة لذيذ، يصير فطور كذا مرة حلو. للأسف البريد اللي أقولكم عليه ما لقيته. شوفوا، شوفون كيك الياباني نفسه بعشر ريال، طعمه حلو بس البيض واضح، اللي ما يحبون نكهة البيض الواضحة ما أنصحكم فيه. شوفوا الوافل بعد بس أرخص، هذاك بعشرة، بس هذاك أكثر من قطعة، هذا قطعة واحدة بس.
شوفوا عندهم هنا كوكنت جوز هند، ثمرة نفسها تعطونهم إياها يقطعونها ويبشرونها لكم، تأخذون جوز هند مبشور فريش مرة لذيذ، بس ما يتحمل أنكم يعني تخلونه فترة طويلة، لا يفضل أنكم تستخدمونه في نفس الوقت. هنا الأناناس يقطعونها لكم جاهزة. يعني أكثر شيء صراحة أحب القسم هذا، قسم الفواكه عندهم والمخبوزات، من أكثر الأقسام اللي أحبها أنا. شوفوا يا بنات، لقيت لكم البريد اللي كامل قطعة واحدة وانتوا تقصصونه، سعره 9 ريال، بس أنا بالبريد السادة، لأن شوفوا هذا بشوفان وهذا سمسم وهذا بذور إيش اسمه؟ دور شمس. أبي سادة أنا، بس غالبا ما في الا 3 حبات. هذه اخذ هذا، ممكن اخذ هذه، ما ادري بشوف، اذا ما لقيت الا ذا غالبا باخذها. شوفوا هنا عندهم ماكرون، احس شكله شوق، ما قد جربت صراحة. العلبة ب 18 فيها 6 حبات، ما قد جربت. كامل ما عجبني، يعني جلست افكر كذا حسيت انه لا مو حلو، بيكون كذا مليان حبوب وما بس لذيذ. هو الحلى اللي اسويها نبريد يكون شيء لذيذ، حلى مو فكرة انه فيه انواع بذور او حبوب. هذا المكرون اللي من شوية، لاني كل شوية نادي موظف واسأله باقي بريد، في بريد، مالك ما في للأسف. كذا واحد كلمته قال بيسأل الموظف حق المخبز، بعدين سأله قال لا ما فيه. شو هذه؟ أحسها شهي. شو هذا الكوكيز بعد؟ أحس يصلح حفلات أكثر، صح؟ شكله مرة تعرف وحلو، يليق للحفلات. سعره 24 ريال. شوفوا غالبا ريد فيلفت. هذه إيش هذه؟ شكله شوق، أول مرة أشوفها. غالبا كيكة ليمون، اها شو شكلها، اول مرة اشوفها. شوفوا هنا قسم حلويات، كيك كامل، نفس الكيك اللي وريتكم اياه من شوية، كيك ياباني بس كأنها اكبر هذه، صح؟ هنا كيكات كثير، حلويات مش كثير، افضل اللي متزينه، افضل الساده وانا ازينها. يعني ممكن اخذ كيك زي الكيك الياباني وازينها، عرفتوا، اسوي عليها تعديلات، اما زينتهم ذي احسها شوي تقليديه. انا احب الزين اللي يعني تزين الكيك اللي يكون عشوائي، ما يكون شيء. شوفوا هنا كيتو براونيز للناس اللي ما ياكلون، يعني لهم دايت معين، ما ياكلون خبز، ما ياكلون نشويات، اي كارب، هذا كيتو. وهنا في بسبوسه لايت، انزلهم شوفوا الاغراض، هذا الكيتو براونيز، وهنا بسبوسه لايت، وهنا اتوقع ان القسم هذا كله صحي اتوقع، وهنا كيتو كوكيز. البنات اللي مهتمين او يسوون كيتو دايت الكيتو، هذا القسم راح يعجبكم. حتى شوفوا فوق حاطين القسم هذا كله كيتو، مرة حبيت. في بيتزا بعد كيتو، كل شيء أتوقع إنه ملائم للي دايتهم كيتو راح يناسبهم، يقدرون تجون تحتفلون، تاخذون كل شيء، تاكلون كل شيء نفسكم فيه، وأسعارهم مقبولة، لأن ترون دائما الأكل الصحي كذا أسعاره، ما في أكل مثلا كيتو أو نباتي إلا يكون مرة غالي. هنا السوشي، بس طبعا ما يحمس، شكله ما يحمس ابدا. السوشي من الاكلات اللي ما ينفع تاخذونها كذا، لازم انتم في المطعم يسويها لكم وتاكلونها، ما افضل انها تنتظر. من شويه مريت على قسم ريحته سمك، سمك مو سمك عادي، سمك خايس مره ريحته ما تتحمل، قويه. قلت خليني أنحى شرح جهات ريحتها ألطف شوية وبس.
أظني كذا أخذت فيكم جولة كاملة. أنا جاية هنا أصلاً في أغراض معينة أبيها، بحاسب عليها وكذا أنهي معكم الفيديو. أتمنى يا ربي أن عجبتكم الجولة. كان ودي أركز لكم على أشياء المدارس، بس زي ما شفتوا للأسف ما في شيء، بس حبيت كذا ألففكم يعني كذا تتمشون معايا. أنا كثير أحب أخذ جولة في السوبر ماركت، أنبسط صراحة. أجواء السوبر ماركت أحسها كذا حياة أكثر. لا تنسون بنات حطوا لايك، اشتركوا في القناة، أشوفكم الفيديوهات الجاية بإذن الله. مع السلامة. هنا قسم الفواكه، شوفوا ما شاء الله العنب أشكال ألوان. هناك بعد في تين، هذا صحيح كثير له فوائد بس ما أدري ليش ما حبيته، مش ما حبيته، ما أقدر إني أستمتع وأنا آكل، أحسه مو مرة يعني ما أدري ما تعودت عليه. شوفوا هنا تمر عجوة، الكيلو كان ب41 صار 29. هنا رطب صراحة، لولو هو وش اسمه الثاني ربي كارفور، فواكههم خضارهم تحمس. هنا قسم الفواكه بعد تكملة. هناك ودي أصور لكم بس ما شاء الله زحمة ناس، غالبا راح أوقف هنا. بس كده خلاص خلصنا كل مشترياتنا، زي ما تشوفين مشتريات عادية، خضار، أخباز، بريدات. للأسف ما قدرت أخذ من البريد هذاك اللي بحبوه، أخذ ورجع، حسيت إنه ما بستفيد منه، قلت خلي أرجع مرة ثانية الأسبوع الجاي يمكن يجي، لأنه يجي هو بس يخلص، السادة يخلص بسرعة. المهم الحين بحاسب وأنهي معكم، أظن إني انهيت معكم وبرجع أنهي معكم مرة ثانية. يلا مو غلط، أهم شيء إني أعجبكم التغذية وتعجبكم الفلوج. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.